جماهير كل الانديه مش بس جماهير نادي الاهلي، وما بتسكتش وما بتفوتش. وبالتالي نتمنى ان شاء الله باذن الله انه مع دخول تقنيه الاتش دي، وده المتغير الثاني، وده مرتبط بحاجتين، مرتبط بمتعه المشاهده والمتابعه للناس اللي بتابع طبعا الماتشات من خلال الشاشات. اعتقد انكم هتشوفوا السنه دي صوره مختلفه، صوره قريبه الى حد كبير جدا من صوره البطولات الكبيره او الدوريات الاوروبيه او الدوريات الخليجيه. واحنا طالبنا بده من فتره طويله، مصر ما تقلش ابدا عن كل الدوريات او البطولات دي، ومصر كدوله رائده اعلاميا كانت تستحق الحقيقه ان الخطوه دي تحصل من زمان، لكن ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي على الاطلاق. وبالتالي السنه دي هنشوف كواليتي صوره كويسه، هتساهم في زياده المتعه واحد، وهتساهم في وضوح الصوره اثنين، وده اللي يصب في مصلحه التحكيم. زي ما قلت لحضراتكم، اعتقد انه جوده الصوره كانت عائق كبير جدا في نجاح تقنيه الفار. يعني في اوقات كتيره جدا كنا بنتابع لعبات مشكوك فيها، او لعبات مش واضحه، او لعبات الحكم فيها حكم الساحه محتاج يرجع لحكم الفار، او انه حكم الفار نفسه مش قادر يستوضح من الصوره اللي موجوده، سواء من ناحيه كواليتي الصوره او من ناحيه زوايا التصوير، صحه اللعبه ايه؟ ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ هدف ولا مش هدف؟ واحنا كاهلي دفعنا ثمن ده في لحظات كثيره جدا في الموسم الاخير، وبالتالي نتوقع ان شاء الله البدايه تبقى كويسه. الحاجه الوحيده اللي ننتظرها واللي بيتهيألي لو نجحت فيها رابطه الانديه السنه دي هتبقى الحقيقه خدت العلامه الكامله، هي انتظام المسابقه. انتظام المسابقه يبقى انه هو العائق الوحيد امام تحقيق نقله نوعيه على مستوى البطوله. ليه بقول ده؟ لانه الموسم ده صعب جدا. اذا لم تنجح او لم ينجح القائمين على المسابقه السنه اللي فاتت في ظل الموسم الصعب وتلاحم المواسم في ضبط الموسم من ناحيه انتظام المسابقات، وخدوا بالكم الموضوع مش موضوع يعني موضوع مش رفاهيه، لا، خدوا بالك انه فريق مثلا زي النادي الاهلي اتضغط جزء تقريبا نص ماتشاته في المسابقه لعبها في فتره لا تتجاوز حوالي 55 56 يوم، وده بالتاكيد. انا مش عايز اتكلم في الماضي يعني بقى على راي الهضبه، يعني بلاش نتكلم في الماضي، بس هو الشيء بالشيء يذكر، وده بالتاكيد بيخل مبدا العداله والمساواه في المنافسه. يعني ما ينفعش فريق يلعب نص مباريات الموسم في 55 يوم في الوقت الثاني وما تقوليش الاهلي بيدفع فاتوره المشاركه في البطولات العالميه والقاريه. الاهلي بيمثل مصر، ده شرف، كل بطوله بيحققها النادي الاهلي بتحسب لمصر قبل ما بتحسب للنادي الاهلي. وبالتالي كان مفترض، يعني كان مفترض بما ان احنا بندعم وعايزين نطور الرياضه المصريه، وبالتاكيد احنا متفقين ان كل ما الانديه المصريه بتتفوق قاريا كل ده ما بيصب في كل الالعاب مش في الكوره بس، كل ده ما بيصب في صالح المنتخبات في الاول والاخير. فبس اللي عايز اقوله انه انتظام المسابقه في النهايه شيء مهم جدا لو نجحت فيه رابطه الانديه السنه دي في ظل موسم استثنائي. يعني هي داخله للاسف في اختبار صعب، اختبار لان يبدو انه كارلس كيروش شخصيه ما بتقبلش الحلول يعني الحلول اللي في المنتصف دي، الحلول الوسطى دي ما يعرفهاش. واضح ان هو راجل يعني صلب جدا، متمسك جدا بمطالبه، وبالتالي اعتقد الانطباع اللي احنا كوناه عنه في الفتره القليله دي بتقول انه هيطلب فتره توقفات طويله هتاثر بالتاكيد على استقرار المسابقه. نجاح الانديه المصريه الاربعه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، اهلي زمالك بيراميدز مصري، نجاحهم في ان هم يروحوا مشوار بعيد هيصعب كمان من المسابقه، هيصعب كمان من استقرار الجدول. عندنا مشاركه مصر في بطوله الامم الافريقيه مستجد جديد بالتاكيد هيستقطع شوط طويل جدا ومساحه كبيره جدا من عمر الدوري العام. وبضيف على كده بقى مشاركه الاهلي في بطوله كاس عالم انديه سوبر افريقي ان شاء الله باذن الله امام رجاء كازابلانكا، عندنا كاس العرب. وبالتالي يعني اتمنى ان احنا بس ننجح او ان الرابطه تنجح في استقرار المسابقه السنه دي.